والاهتمام بالدنيا بما يعين على الآخرة ليس عيبا. الناس ينبغي أن يهتموا بالدين ويهتموا بالدنيا، والدنيا هي وسيلة من خلالها يعبر الناس إلى يعني تمكينهم في الأرض، هذا الذي يهيئهم لإقامة دينهم ونصرة الحق. إذا لم تكن هناك دنيا في أيديهم فلا يستطيع أن يصلوا إلى شيء. أو أعطيكم مثال الآن، أهل الحق وأهل الخير في بلادنا صيبوا كل شيء، ليس لهم حقوق، المال كله الآن في أيدي العصابات والظلمة، وزي ما ذكر الآن حفتر الأموال تأتي إليه وتنهال من كل جهة، والدول الغربية والأجنبية يعني منعت العملة، عملة البلد اللي هي حقهم وهو ثروتهم وهو النفط، يبيعون النفط والمال لا يأتيهم، المال يعني يحجز منهم ويبقى عند القوى الأجنبية في أمريكا ولا في غيرها، ما تعطيه شيء لمن تريد، تعطيه بمقدار وما تعطيه لمن تريد، وتحرم منهم من تريد. فسبب يعني عدم توفيقنا إلى أن يعني نكون قد توصلنا إلى ما يقيم ديننا يعني أفسد علينا ديننا ودنيانا. لكن الغرض أن الإنسان ينبغي أن يسعى إلى الدنيا بمقتضى الشرع لا بمقتضى الظلم والنهب والسلب وأكل الربا والغصب والسرقات والاحتيالات والاعتمادات الفاسدة والتهريب ويعني وسائل الفساد والإجرام في المال العام الآن لا حدود لها. هذا بالتأكيد هذا هو الذي يعود علينا يعني بما نحن فيه من الانحلال والفساد والضعف واستعداء أعداءنا علينا.